أهلا بكم البلجيكي مارك بيرس، عاد إلى الدوري السعودي هذه المرة مع نجران وفهد الشهري، حاوره عن أشياء كثيرة. أعتقد أنني قدمت عملا جيدا في مرحلتي السابقتين مع الفيصلي، بنيت فريقا ممتازا احترمه الجميع وظل في منطقة الدفء دون الهبوط، لكنها سنة كرة القدم، لا بد من نهاية للمشوار مهما اختلفت المسببات. وكذلك الرائد، قدمت لهم من أجل إنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي كان قريبا منهم، وبالفعل نجحت في ذلك. وقبل 10 أيام من الآن وصلني عرض نادي نجران، وأعجبت بطموحه وحماس الإدارة، فقبلت على الفور، إضافة إلى معلومات السابقة عن الفريق ولاعبيه وشخصيته المختلفة. أعتقد أن وصولي إلى نادي نجران، وهي المرحلة الثالثة لي في السعودية، هو تسلسل تصاعدي جيد. قدمت إلى هنا باتفاق مبدئي، واجتمعت بالرئيس وشرح لي الأهداف والخطط والمقومات، ولحسن الحظ إنها تناسب توجهاتي كمدرب، وفي الوقت نفسه وعدوني بتلبية كل متطلباتي. وصلتني عروض عدة قبل نجران من الخليج، قد أكون مجرد اسم في تلك الفرق، ورفضت بعض العروض مباشرة لأنها لا تناسبني. أنا مسرور بأن اسم بريس موجود في الساحة، سواء سابقا في بلجيكا أو الآن في السعودية. أنا أعمل وأجتهد وطموحي لا حدود له، لا يشغل تفكيري حاليا إلا نجران فقط. والفرق التي سميتها الكبيرة، الكل يتمنى العمل بها وتدريبها، وقد نعمل ونكبر سويا مع فريق الحالي. الطموح في كرة القدم شيء أساسي ولا حدود له. قبل 3 مواسم جئت إلى السعودية بعقلية أوروبية فقط، أعتقد أنني الآن فهمت عقلية اللاعب السعودي وكيفية التعامل معه، لأنه يحتاج عملا وتعاملا مختلفا. أنا حاليا لا أرى أمامي إلا نجران، ولكن الفرق الخمسة في مقدمة الترتيب كلها مرشحة لنيل لقب الدوري. الجو هنا في نجران مختلف تماما، جميل في المساء ومناسب للعيش وممارسة كرة القدم أيضا. لم أتعرف على مدينة نجران حتى الآن، لأني لم أكمل هنا سوى أسبوع واحد فقط. ترحيب الإدارة واللاعبين والناس سيسهل كل الصعاب أمامي. فيما يخص لقائي الأول مع الفريق، بدأته بمحاضرة مطولة، شرحت لهم خطة القادمة مع استعراض للمبارتين الماضيتين وتوضيح الأخطاء التي يجب تلافيها مستقبلا. وجدت تجاوبا وحماسا من اللاعبين أسعدني كثيرا. المهمة الصعبة هي كثرة عدد اللاعبين هنا. مهمة كل مدرب في العالم ليست وضع التشكيل واختيار الأسماء الجاهزة فقط، بل على المدرب استخراج كل ما بداخل اللاعب وصقل مهاراته لتوظيفها في الخانة التي يحتاجها الفريق في كل المباريات. بالفعل قدمت إلى نجران في وجود كل اللاعبين غير السعوديين. العنصر الأسيوي هو لاعب معروف، وهو مصعب اللحام. إنه ذو مهارات وسريع، ولكنه مصاب الآن، أتمنى له الشفاء العاجل. قائد الفريق الحقيقي والمدافع الممتاز فريد شكلام، لاعب خبير بنجران، إنه يقدم عملا ممتازا. والجناح درامي هو عبارة عن لاعب خام، سنسقل مهاراته، أنا معجب به، سيقدم المزيد مع الوقت والتأقلم. والمهاجم أوبينا، إنه لاعب قوي البنية دائم الحركة، أنتظر منه أكثر مما ظهر عليه. قبل 3 مواسم مع الفيصلي كان الدوري السعودي يعتمد على اللاعب الأجنبي في كل الفرق، ولكن الملاحظ الآن أن اللاعب السعودي بدأ بمزاحمة اللاعب المحترف القادم من خارج البلاد. نشاهد بروز اللاعبين الشبان والاعتماد عليهم في الأندية. حان موعد خروج اللاعبين إلى المسابقات الأوروبية والاحتكاك بالأفضل منهم، وهو طريق العودة للمنتخب السعودي إلى الإنجازات الغائبة منذ زمن طويل. عن اللاعبين الذين أرشحهم للذهاب إلى أوروبا سأقول لك وبدون تفكير، أعجبني لاعب النصر يحيى الشهري ومصطفى بصاص من الأهلي، والمدافع القادم من الفيصلي محمد جحفلي. بإمكان هذا الثلاثي اللعب في أي مسابقة في أوروبا. كرة القدم تحتل المساحة الأكبر في حياتي خارج التمرين، أحلل المباريات وأتابع الفرق الأخرى، وإن وجدت بعض الوقت أتواصل مع زوجتي وابنتي في بلجيكا عبر وسائل التواصل الحديثة. كذلك أنا مدمن لقنوات الحيوانات والسفاري،
ولا بد من الحديث عن السياسة رغم أنها مؤلمة مثل ما شاهدنا مؤخرا في غزة. أتمنى عدم عودتها لأنها تضر القلب كثيرا وتستحق المساعدة. أوجه رسالتي إلى أبناء نجران، أنا هنا للنهوض بالفريق وتقديمه بأفضل صورة، وسنكون كذلك، فلا تغيب عن المدرج. وهذه وقفة مع الرياضة في دقيقتين. تعقد نادي تعاون مع طاقم تدريب برتغالي رأسه جوزيه مانويل جوميز للإشراف على الفريق الأول. أنهى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم معسكره الإعدادي الذي أقامه في إسطنبول والذي استمر 18 يوما استعدادا لبطولة دورة الألعاب الآسيوية. يعود فريق الهلال إلى تدريباته اليومية مساء اليوم الخميس بعد أن خضع اللاعبون لإجازة مدتها 3 أيام بعد خوض مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة السعودية. أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارا بإعفاء مدير استاد الملك فهد الدولي في الرياض من منصبه في أعقاب أزمة المياه التي عانت منها جماهير مباراة الهلال والسد القطري في ربع نهائي دوري الأبطال. حددت لجنة الحكام الرئيسة أسماء حكام مواجهات الجولة الرابعة للدوري السعودي وولت شكري الخنفوش قيادة مباراة الرائد والتعاون فيما يقود تركي الخضير مواجهة نجران والهلال ويتولى فهد العريني إدارة الشباب والشعلة فيما يقود عبد العزيز الفنيطل مواجهة النصر والفتح ويتولى خالد تريس قيادة مباراة الأهلي. تعاقد النادي الأهلي السعودي مع اللاعب أمير كوردي قادما من نادي بانيونيوس اليوناني وذلك ليتم تسجيله كلاعب محلي في حال اجتيازه الفحص الطبي بعد وصول اللاعب إلى جدة اليوم الخميس واستخراج وثيقة هوية رسمية تسمح بتسجيله كلاعب محلي. تغيب أحمد عطيف عن تدريبات نادي الشباب اليوم أو أمس الأربعاء حيث تواجد في عيادة النادي لشعوره بشد في عضلة الفخذ الأمامية بينما وصل عبد الملك الخيبري برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية في عيادة النادي. فاز الفريق الأول في النصر على الفريق الأولمبي في النادي 4 أهداف مقابل 2 في المناورة الكروية التي جمعتهما مساء الأربعاء. من المقرر أن يخوض النصر أيضا مباراة ودية السبت أمام نجران في ظل غياب الدوليين. السوري جهاد الحسين لاعب نجران السابق والتعاون الحالي تحدث عن الفريقين والمدينتين وأشياء أخرى. وأنا ألقاكم. منطقة نجران منطقة صغيرة معروفة بطيبة أهلها، ممكن ما تكون هي مثل ما بقولوا انه تكون انت هنيك مثلا تلاقي طموحاتك بالنسبه للعائله، طبعا انه تكون هنيك منطقه صغيره يعني مثل ما بقولوا على قد الحال، مشهوره بطيبه اهلها. هذا الشيء اكيد كان له كثير ناحيه ايجابيه بالنسبه لي. انتقلت لمنطقه القصيم، اكيد هون منطقه مدينه كبيره، مدينه معروفه باجواء الحلوه، اكيد هذا الشيء بيساعد من ناحيه الاهل، يعني بكون في راحه نفسيه بهذا الموضوع، في ما بقولوا راحه نفسيه الحمد لله رب العالمين. اكيد هذا الشيء مهم للاعب كره القدم، هون في ارتياح من ناحيه الاهل للامانه. هذا الموضوع كثير مهم بالنسبه لي كلاعب كره قدم لانه هذا شيء بياثر علي من ناحيه النفسيه. الاهل ارتاحوا خصوصا هون، تامن السكن المناسب، تامن الاجواء المناسبه، في اسواق ممكن نروح لها، بتعرف انت يعني الحريم بيهمهم هذا الموضوع، الاسواق وما اسواق، اكيد هذا الشيء مهم بالنسبه لهم. في اصدقاء بالنسبه لنا هون كمان سوريين، الحمد لله رب العالمين، يعني في معارف من ناحيه الاهل، هذا الشيء كمان اكيد مساعد. انا قعدت مع اداره نادي نجران عده مرات، كان في صراحه بالنسبه لي كانت كثير كبيره، قلت لهم كل شيء عندي، قلت لهم قدمت لهم عروض انا برايي ممتازه، جبت لهم تقريبا حوالي 2,200,000 ريال انه يتركوني يعطوني التنازل تبعي او يعطوني المستحقات اللي لي. رفضوا التنتين، رفضوا انه يعطوني مستحقاتي انه النادي هلا علي ديون وكذا، ورفضوا انه يقبلوا بالعرض، وطلبوا عرض كثير كبير، وهذا العرض كان من الصعب حد يلبيه، يعني حتى بالانديه المحليه داخل السعوديه او خارج السعوديه كان مبلغ كثير كبير.
فكان هون كانت نقطة الخلاف بيناتنا، واختاروا هني اللي اختاروا الطريق القانوني، كانوا سائلين محامي وحطوا محامي. الفترة اللي انت قضيتها مع نجران يعني ما تشعر انك تشتاق اليها كثيرا او تحن لها كثير؟ هلا شوف الأمانة، أنا هنيك اللاعبين اللي كانوا معي كنت مرتاح معهم جدا، كانوا طيبين، كانوا معاملتهم معي كويسة، حتى الجمهور كان كتير يعني مقدر جهاد الحسين، ولكن مثل ما بقوله إنه ما كل شيء كرة القدم ما كلها فنيا، في شغلات تانية عليك، في أهل، في وراك، في كتير يعني في كتير نقاط تانية لازم تأخذها بعين الاعتبار. كان حسبتها من جميع النواحي طبعا بالاستشارة مع الأهل، مع قعدت مع الأهل حسبتها من كل النواحي، كان الأفضل أنه أترك نجران. أكيد القصيم عنده معروفة بكذا موضوع هنا بالمملكة العربية السعودية، من أهم الشغلات اللي بتميز القصيم أكيد هي سوق التمر اللي بصير كل سنة بصير هون في منطقة القصيم، وهو أكبر سوق بالشرق الأوسط حتى على مستوى العالم، بصير في بيع جميع أنواع التمور، وهي تمور مميزة ومثل ما معروف يعني سكر القصيم معروف، حتى عندنا في سوريا معروف، في كل البلدان العربية معروف هذا الكلام. أكيد التوقفات بالدورة بتكون شوي صعبة على اللاعب أكيد، لأنه ممكن تتطلب منه مجهود زيادة، رح يقطع فترة ياخذ إجازة أكيد اللي هي ممكن ياخذ 3 أيام 4 أيام ورد يحضر من أول جديد، أكيد رح تكون فترة كتير صعبة.